طبعا هن كانوا عن جد يومين حافلين من مع اخبار ال WWE من السعوديه، ونزال يوم السبت كان ترند وورلد وايد، ولوغان بول ما ضل حدا ما حكى عنه وعن طريقه دخوله على النزال وحركاته الاستعراضيه كان ترند. علي صفحي هو طبعا اساسا نجم السوشيال ميديا ودخل عالم المصارعه من باب المغامره وحب التحدي. اللي فينا نقوله انه نزال يوم السبت كان فوق الخيال بكل معنى الكلمه، ودانا تواجدت هنيك لتنقل الاجواء. الالاف من عشاق المصارعه والدبليو دبليو اي اجوا خصيصا للعاصمه الرياض ليحضروا ذا بيجست ماتش اوف ذا سيزون لكراون جول. زي ما شايفين الاجواء كلها حماس وكلها اكشن، فحماسي ما قل عن حماس الجمهور اللي حضر لكراون جول للدبليو دبليو اي واللي تم عرضه على شاشه الدبليو دبليو اي وشاهد في اي بي. حنفوت على الكواليس معاكم ورح نقابل المصارعين المفضلين اللي بتحبوهم واكيد اكيد كل الوينرز. خليني ناخذكم يلا باك ستيج شوي. والنزال المنتظر بهالليلة جمع رومان رينز اللي حافظ على لقبه Undisputed WWE Universal Champion وربح النزال ضد لوغان بول، بالرغم من أنه أبهر الحضور بلياقته وحركاته اللي كانت تريندينج على السوشيال ميديا. والمفاجأة كانت مساندة أخ لوغان جيك اللي دخل على الحلبة لمساندة أخوه، ولكن الحظ ما حالفهم. I'm super proud of my brother though. He performed amazing. I tried my best to come in there and support, but Roman is a beast, man. Those guys were amazing, but it was an iconic moment. I was getting goosebumps the whole entire time. Just so proud of a man. Just a kid from Ohio, and we're in Saudi. فهل ممكن نشوف جيك عم يحترف نزالات WWE في المستقبل؟ For sure. For sure. Why not? You know, there was so much fun. And I know we could take it a long way. And yeah, I loved it. I loved everything about it. And then everyone here, everyone in the WWE was super nice, super helpful. So it just seems like an amazing company to be a part of. النزالات كملت بهالليلة مع ماتش بين بروك لازنر وبوبي لاشلي واللي انتهت بفوز بروك لازنر. الجمهور ايضا كان على موعد مع نزال بين دامج كنترول وفريق اسكا واليكسا، والفوز كان من صالح دامج كنترول واستعادوا لقب فرق السيدات. ودخلنا على الباكستيج وكان إلي لقاء مع فريق دامج كنترول واكيد حبيت ابارك لهم بالاول. Congratulations! You ladies made it! Yeah, we did! Tell us how was it over there? It was crazy being in front of that crowd, and we told everyone, we said we were going to win these back. What did we do? We went out there and did it. Yeah, we did it. We made it. I told you guys. How was it? How did you feel the crowd? The people were screaming, yeah. The excitement. They honestly gave us the energy, and it was like the cheers and the boos, of course, too, but like they gave us fuel to keep going, to win these. Yeah. Yeah. I really like Saudi Arabia. وبنفس الليلة أيضا كان في نزال بين درو ماكنتاير ضد كاريون كروس واللي انتهى بفوز درو ماكنتاير واللي كان سعيد جدا بهالفوز، ولكن كان في شيء كتير زعجه. I feel good considering I got sprayed in the eyes with I assume it was pepper spray. It doesn't feel good. It doesn't taste good. It was a 2-on-1 match. But I feel great. I'm blown away by the crowd support. You know how the fans in Saudi Arabia always rally behind me so much, chant my name. It is so cool traveling the world and hearing that fan support, especially here, and getting the win over Cross after the last match we had when Cross and Scarlett screwed me. ودرو خبرني أكتر عن هالنزال اللي تمكن من خلاله إنه يهزم كاريون كروس. I did. They tried everything they could as well to take me out. They tried to spray me in the eyes. They tried to beat me with maneuvers. Cross is a talented in-ring performer, and they tried to lock the door so I couldn't get out, but I used those climbing skills that I've not used since I was a kid and managed to get over the top for that photo finish. يعني بالرغم من كل الصعوبات جو قدر فعلا هو يفوز، والنزال كان تريندينج على السوشيال ميديا في الويكند. يعني هنا نزالات السبت اساسا كانوا كلهم تريند من قبل حتى صح. ما يصيروا يعني حتى المؤتمر الصحفي اللي اقيم قبلها بيوم كمان كان محط الانظار، واظهر لوغان بول كمان مره بطريقه دخوله الاستعراضيه على الجمل، وطبعا بحضور معالي المستشار تركي الشيخ اللي تم الاحتفاء فيه بطريقه مميزه.
بهالطريقة تم استقبال معالي المستشار تركي آل الشيخ بالمؤتمر اللي سبق عروض الـ WWE، وألقى كلمة حكى من خلالها عن أهمية الحدث، وأكد أنه المملكة العربية السعودية أصبحت محط أنظار العالم. ومن بعدها تم تسليمه حزام يعتبر التكريم الأعلى في الـ WWE من قبل أسطورة المصارعة تريبل إتش وستيفاني ماكمان. أنا كنت أبغى أخذها في الحلبة ومبارح شفنا المبارزات الأكبر بالكراون جول بمباريات مختلفة، أهمها المواجهة بين رومان رينز ولوغان بول اللي كانوا حاضرين هاليوم بكل حماس، وحضر أخوه للوغان جيك بول اللي كان حريص يكون إلى جانبه ليدعمه. I'm always in his corner and we feed off of each other's energy and we've always been there for each other in the biggest moment of our lives. واللي ما بيعرفوا الكتار انه هو كمان ألهم لوغان يعمل هالجراند انترنس. He's inspired by Jake actually. I can tell you it hurts and it is hard, but it is the most exciting adrenaline rush I've ever had in my life. It is so much fun and all my friends continue to support me doing it and they love me doing it, so I'm gonna keep going. وصحيح انه لوغان وجيك انبسطوا كتير بالمملكة العربية السعودية، بس من اكتر الاشياء اللي حبوها كان الاكل. The Arabic bread is incredible. The Arabic coffee is incredible. The meats are all, lamb chops are very popular here. We don't have much lamb chop. وقابلت كمان بيانكا بيلاير واصدقائها أليكسا بليس واسكا، وكانوا كلهم طاقة. I'm not walking in alone tomorrow. I have my friends here. They're defending their tag team championships tomorrow. And we'll be leaving with all the gold. I'm excited. Yay! Beautiful. What we love right now with WWE, the focus on women playing here, wrestling here from Saudi Arabia. How does that feel for you, lady? It's an honor to be here and to, you know, not just be having amazing matches and be walking in with gold and defending our titles, but to be a part of something that's bigger than us, to be here representing women across the world and be inspiration for them and for everyone. It means everything. وقابلت كمان The Judgment Day وحبيت أعرف منهم مين كانوا مصارعينهم المفضلين بالWWE لما كانوا صغار. Eddie Guerrero. For me, Shawn Michaels. Oh, mine yeah. too. He was my favorite too. My favorite was The Miz. I loved him. Triple H was one of my favorites as well. For me, it was The Undertaker that really, the way he made me feel, I knew that I wanted to make somebody else feel that way. So he was the reason why I get to be here now. وهم كان كلهم ثقة انهم رح يتغلبوا على فريق الـ OC، وهذا اللي خبرني يا فين بالر. We always have the unexpected, unpredictable force of Rhea in our corner. So with that problem, the OC are certainly in trouble. وده اللي حصل فعلا، ففريق الجادجمنت داي هم اللي فازوا على فريق OC في نزال يوم السبت.